اسمي محمد سعيد، انا الاوبريشنز مانجر برنامج اي تاك. اي تاك دي الابريفيشن بتاع انفورميشن تكنولوجي اكاديميا كولابوريشن، او بالعربي برنامج دعم التعاون بين الشركات والليات البحثيه. المقصود بالشركات هي كل الشركات اللي عامله في قطاع الاي اس تي المصريه طبعا، جهات البحثيه مينلي بنتكلم على كليات الهندسه والحاسبات والمعلومات في كل الجامعات اللي موجوده في مصر سواء مصريه او غير مصريه. الهدف اكيد مشتق من الاهداف الاستراتيجيه للهيئه، وهي برضو تنميه الصناعه. فمين لتنميه الصناعه نقصد بيها ازاي ننمي قدرات الشركات المصريه ونديها كومبيتيتيف ايدج، ونحاول نطور البرودكت او السيرفيس بورتفوليو بتاعها بحيث ان هو يضيف ميزه نسبيه للشركات يخليها تقدر يبقى ليها كومبيتيتيف ايدج تقدر تكومبيت بيها لوكالي وانترناشونال. طيب الكلام ده هيتم ازاي؟ البرنامج يعني بيليف ان الريسيرش هو احد الكومبوننتس الرئيسيه اللي ممكن هتاد ايدج او هتاد اد فاليو للشركات دي. طيب مينلي الار ان دي بادجت في كل الشركات المالتي ناشونال بتستحوذ على نسبه كبيره جدا من البادجت بتاعتها. الشركات المصريه الصغيره والمتوسطه ما بيبقاش عندها الرفاهيه بتاعه الموارد الماليه اللي تخليها تشتغل في الار ان دي، قد يكون في الدي ديفلوبمنت، لكن الار اللي هو الريسيرش موجود في الجامعات. ذاتس واي ان احنا بدانا نحاول نعمل اللينك دي بين الريسيرش اللي موجود اوريدي في الجامعه، ونحاول نافيل الريسيرش ده والريسيرش كابابيلتيز اللي موجوده في الجامعات والمراكز البحثيه للشركات دي. اعتقد ان الفكره مستوحاه او مستلهمه من اللي كان حصل في الولايات المتحده في جامعه ستانفورد، وبدات الاكتيفيتيز بتاعتها من السبعينات ونجحت وظهرت يعني طلعت فاليوز قويه جدا في الثمانينات، وكل الشركات اللي طلعت اتعمل لها سبيننج اوف من الكامبس والريسيرش بتاع الجامعه بتاعت ستانفورد والافيليتس بتوعها. وكان من ضمن الاشهر النماذج يعني كان ابل واتش بي وزيروكس. وكان في فتره من الفترات بدا الجامعه تحاول تاتراكت الفينشر كابيتال، وده كان اوضح ما يعني اكبر حاجه كانت واضحه فيها لما حصل السكسسفول اي بي او بتاعه شركه ابل. الكلام ده كان سنه 1980، ودي يعني نقطه هنركز عليها حته الفينشر كابيتال، واعتقد حضراتكم ممكن تساعدونا ان احنا نكريت كوميونيكيشن شانلز مع الفينشر كابيتال مين يعني. طيب البرنامج بيحاول يحقق الفكره دي ازاي؟ احنا عندنا خمس مشروعات مختلفه، ثلاث مشروعات خاصه بالفاندد بروجكتس او الكولابوريتيف فاندد بروجكتس، ودي بتمر بثلاث مراحل معينه. اول مرحله هي في مرحله البحث المبدئي اللي هي بتبدا من فكره، ونبقى الهدف بتاعها ان احنا نوصل للبروف اوف كونسبت، ودي مين اللي بتبقى بيور ريسيرش. فبالتالي الشرط ان يبقى في شراكه ما بين شركه وبين الجامعه، مش مانديت، لكن طبعا بتبقى اوف فاليو ان شركه تقول يا جماعه ان الريسيرش كومبوننت دوت هيأد فاليو للبرودكت بورتفوليو بتاعي. طيب البادجت بتاعتها هنا السيلينج بتاعها 130 الف جنيه، ودي مين اللي بتوجه للسالاريز او الريوردز بتاعت او كومبنسيشن يعني للريسيرش اكتيفيتيز اللي بيقوم بيها فريق البحث، اللي هو مين اللي طبعا بيبقى من الجامعه او المركز البحثي. المرحله الثانيه بعد ما بنوصل لبروف اوف كونسبت بتبقى محتاجين نوصل بيه للبروتوتايب، ودي البادجت بتاعه البروجكت ده بتوصل اب تو 1 مليون طبعا جنيه مصري. كلمه رد جزء دي هنشرحها حالا. تاني اخر مرحله ان احنا وصلنا للبروف اوف كونسبت، فبنبقى بنتارجت، وهي دي طبعا اللونج تيرم اوبجكتيف، ان احنا نطور منتج في الاخر. المنتج ده يكون انوفاتيف، هيأد فاليو للبرودكت بورتفوليو بتاعه الشركه، فهتقدر تكومبيت. وهوبفلي احنا يعني نفسنا حلم من احلامنا ان احنا نوصل نساعد في انشاء شركه لمصر تكون زي سامسونج الكوريا، تكون زي ابل او الولايات المتحده او نوكيا في فنلندا. اعتقد في 2007 حصل بارادايم شيفت في الجي دي بي بتاع فنلندا بفضل شركه نوكيا، بس اعتقد كانت خدت سابع مركز على العالم في مش النومينال جي دي بي، اللي هو كمان البي بي بي جي دي بي اللي هو بيرتشيز باور باريتي، وده طبعا ليه افكت قوي جدا على مستوى المعيشه في الدول. برضو البرنامج بدا يشجع على تسجيل براءات الاختراع اللي تكون ناتجه من الريسيرش اكتيفيتيز اللي تمت وذان البروجكتس اللي بتاخد فاند من البرنامج. فبنمول طبعا انترناشونال اوبليجاتوري ان نحاول نشجع الشركه ان هي تسجل هنا في مصر الاول قبل ما تسجل بره. واحنا بندعم بقى التسجيل الانترناشونال ب 10,000 دولار بير بيتنت، بس بشرط تكون طالعه من الريسيرش اكتيفيتيز اللي تمت وذان البروجكتس. في حاجه يعتبر كومبلمنتري
اللي هي مشروعات التخرج للطلبه بتوع السنه النهائيه في كليات الهندسه والحاسبات والمعلومات، ومشروع السمر انترنشيب. واعتقد السمر انترنشيب يعني وي ار كونسيدرنج ان احنا نموف البرنامج ده للبرنامج بتاع زميلتنا الاستاذه ليان اللي هي الخاص بالاتش ار كابيتال بيلدينج. مشروعات التخرج برضو ليت احنا حاطين ثلاثه ديفرنت كاتيجوريز من الاريا من الريسيرش ارياز. اول فئه هي الاستراتيجيك ارياز اللي هي اي اس تي 4 فور هيلث اديوكيشن اجريكلتشر اند سو اون. المجموعه الثانيه وهي التكنولوجي تريند ارياز اللي احنا بنتكلم فيها بقى موبايل ابلكيشن، بنتكلم فيها كلاود كومبيوتنج، واخر حاجه اللي هي حاجه اون ديماند او ديماند دريفن ارياز اللي احنا بنتكلم بقى لو في كيس مثلا خاصه مثلا بالتابلت المصري، حاجه خاصه بال اعتقد متخيل ان قريب هيبقى في ديماند من وزاره الكهرباء اكيد عشان نحل المشاكل اللي بنواجهها مؤخرا، وده هيبقى حاجه بتدي بيبقى فيها تشالنج بالنسبه للجهات البحثيه المصريه والشركات ان هي ديفلوب سوليوشنز انوفاتيف تقدر تحل المشاكل دي، وده طبعا بيبقى ليه عائد قوي جدا على الاقتصاد القومي. احنا طبعا البرنامج بدا في 2006 وكان في الاول بيتارج يعني كان المشكله الاول احنا بنحاول نعمل اويرنس، فذات شويه ان احنا ما كناش سيلكتد قوي في الاول ما البرنامج بدا. ريسنتلي الكلام دوت على مدار اول 10 راوندز، احنا لغايه النهارده راوند 14 اوريدي اتمولت، راوند 15 اعتقد في شورت ليست حوالي 6 مشروعات، مولنا اكتر من 74 مشروع لغايه النهارده بميزانيه تعدت الحاجه و30 مليون 32 او 35 فعليا اتصرفت، والبروجكتد ان هي اوريدي كونتراكتد حوالي 60 مليون. الحاجه الكويسه اللي بدانا نعملها من حوالي سنتين ان احنا بدانا نعمل ميجرمنت للكي بي ايز بتاعه الشركه، ما كانش في كي بي ايز للشركات الاول ولا للفاندد بروجكتس، وبالتالي كنا بنلاقي ان الشركات مش كين قوي ان هي تحاول تبروف هم عملوا ايه ان ترمز اوف سيلز او حاجه. فبدانا نديفلوب ثلاثه كي بي ايز. كي بي ايز الاولاني هو الكوميرشال كي بي ايز، وده ان ترمز اوف سيلز لو شركه بدات تعمل يعني خدت المشروع طلع برودكت بدات تبيع، ده سي اي او الكوميرشال انديكيتور. تاني انديكيتور هو تكنولوجي انديكيتور سنس ان احنا بنتكلم ان في ريسيرش كومبوننت، فده المفروض شود بي ان ترانسليتد ل بيبرز كونفرنسز ديسرتيشن لو في حد من الريسيرشرز بيعمل بي اتش دي في الفيلد ده، وده الكلام ده بيبقى ليه طبعا امباكت على مركز مصر في الجزئيه بتاعه الريسيرش والبيتنتس. اخر انديكيتورز لو في جوب كرييشن سنس ان الشركه بتاخد فند، فاحيانا على قوه البروجكت ده بتضطر تعمل هايرنج لبعض السوفت وير ديفلوبرز المهندسين، واحنا بنحاول نتريس مين اللي اتعمل له امبلويمنت بشكل بيرمننت، فبالتالي ده بنكونسيدره ان هو يعتبر فاليو ادد للاقتصاد لان بندخل بتشجع على يعني توظيف عماله وبتدخل مرتبات، وكنا بنكونسيدر الكلام دوت يعتبر يعني حاجه زي الريتيرن على انفستمنت بتاع البرنامج. اطراف التعاقد بالنسبه للفئه الاولانيه من المشروعات اللي هو المشروع البحث المبدئي مجرد بس ما بتبقى بين الهيئه وبين الجامعه او المركز البحثي، في النوعين التانيين مشروع البحث المتقدم اللي هو ادفانسد ريسيرش بروجكت او البرودكت ديفلوبمنت بروجكت بتبقى طبعا الشركه طرف رئيسي في العقد، والعقد دوت بنحط فيه برضو انكس بيبين ازاي بيتم توزيع الاي بي او انتلكتشوال بروبرتي رايتس ما بين الاطراف المستفيده. سو فار اتيدا ما بتخشش طرف في حتة الـ IP لغاية دلوقتي، وأعتقد ممكن الاستراتيجي دي تختلف في الفترة اللي جاية. على عكس أعتقد بعض الجهات التانية زي الـ SDF أعتقد والـ NTRA بيأكوايروا جزء كبير من الـ IP بتاع البروجكت، وأعتقد ده بيخلي شوية الشركة بتبقى ريزيستنت إن هي تحاول إيه تأبلاي في البروبوزلز دي. الإعلان إحنا عندنا 2 ويندوز بيتفتحوا بالنسبة للـ Collaborative Funded Projects، الأولى في إبريل من كل سنة والتانية بتبقى في اكتوبر. احنا في 14 راوندز زي ما قلت في الاول ان هم خلاص اوريدي مضينا عقودهم، ومشروعات منهم حوالي 9 مشروع 9 يعني مشروعات 9 راوندز اتقفلوا سكسسفلي، ودلوقتي في الراوند بتاعه راوند 15 بنقيم المشروعات، وفي الراوند اللي جايه راوند 16 اللي هتبدا ان شاء الله في اول اكتوبر وبتقعد تستمر الاوبن الويندو اوبن لغايه شهر. كل التقديم بيتم اونلاين، الابلكيشنز كلها موجوده، احنا حاطين فاينانشال جايد للشركات ازاي بتيمبلمنت فاينانشلي المايلستونز المختلفه بتاعه البروجكتس، حاطين ابلكان جايد، حاطين تشيك ليست، حاطين
ورك فلوز كده، يعني رسوم توضيحيه ازاي الاكسكيوشن بتاع البرامج دي بيتم ازاي، التقييم فيري سيلكتيف وفيري ستريكت. احنا عندنا كل مشروع بيقيمه ثلاث مراجعين مختلفين لغايه ما بتتعمل بانل ديسكشن للشورت ليست بروجكتس، وبعد كده اكوردنج بيبدا التمويل. من بعض التشالنجز اللي عندنا، احنا على الرغم ان عدد الفريق بتاعنا صغير شويه حوالي 5 أو 6، الا ان احنا بنحاول نوصل للمحافظات. عندنا تشالنج قوي جدا، مفيش يعني الشركات اللي في الموجوده في المحافظات ما هياش كتير قوي، فاحيانا بيجي لنا بروبوزل فيها ريسيرش كومبوننت قوي جدا لكن مفيش شركه. فبدانا مؤخرا برضو من اول اعتبارا من راوند 12 بدانا نعمل ماتش ميكنج. فالنهارده لو ان كيس ان في ريسيرشر عنده فكره كويسه او عنده ريسيرش كويس وبس ما عندوش الاندستري بارتنر بتاعه، فهو بيبدا بيبعت لنا واحنا بنعمل ماتش ميكنج. نفس القصه لو في شركه عندها برودكت بورتفوليو ومحتاجه ريسيرش كومبوننت ومش عارفه ملهاش لينك مع اي حد من الاكاديميا، فبنبدا احنا نعمل الماتش ميكنج دوت، وبيبقى في عباره عن يعني كونسبت نوت كده بيتبعت وبتعمل بعد كده ماتش ميكنج. واعتقد بدا يعني يرزلت في نتائج كويسه، وتم فعلا ماتش ميكنج مع بعض البروبوزال اذا هتقدم في الراوند اللي جايه. طبعا الماتش ميكنج ده بيتم بيبقى الاوبن الويندوز بتاعته مفتوحه طوال السنه، واول ما بيتم ماتش ميكنج بيبقى اليجبل للراوند اللي بعديه. يعني بنطمح ان احنا يحصل يعني نتحط ان كونتاكت مع بعض الفينشر كابيتالز. ما اعرفش انا مش يعني مش متاكد اذا كنا بحضراتكم ممكن تساعدونا في الحته دي. ان احنا برضو الاورنس لغايه دلوقتي ستيل فيها مشكله، فان احنا نقدر نوصل بنحاول طبعا بنبعت بنستخدم السوشيال ميديا وبنحاول نبعت هكسات ونتصل بكل الجامعات ونحاول نوصل لكل الشركات ثرو الشركات الكبيره وثرو كل المنظمات اللي موجوده اللي احنا بيبقى فيه ان كونتاكت معاها، بس ستيل مش شايف ان هي ايه يعني بتحقق طموحنا لحد دلوقتي. فان شاء الله هوبفلي احنا متطلعين ان احنا يبقى فيه سام سورت اوف كولابوريشن في الفتره الجايه تدينا ايدج شويه ان احنا نحاول ننتشر اكتر ونحقق يعني ماكسمايز الفاليو اللي احنا بنتوقعها من المشروعات دي. لو في اي استفسارات اي اسئله طبعا كل حاجه افيلبل على الويب سايت، وادي الايميل هنا، هنتشرف ان احنا نتلقى منكم اي استفسارات. شكرا.